كل لحظة وحضراتكم طيبين. لازم قبل ما نتعامل مع حد نكون عارفين هو مين وحقيقته ايه، وإلا يحصل لنا زي اللي حصل النهاردة. ما تيجوا نشوف. شايف الأستاذ زكية؟ نعم. شايف الأستاذ زكية؟ أيوه. اتفضل حضرتك في الجنة. شكرا. إيه؟ حساب 120 جنيه. 120؟ أه. مش باين إيه؟ حضرتك 120. أه أيوه أيوه. حاضر. خلصيني بقى حضرتك الحساب. لا ايه ده ايه ده ايه ايه ده التهور ده؟ الحساب اتأخرت انا لا. عن الحد. لا ايه؟ احترس نفسك معايا. احترس ايه؟ اوعى تزعق ولا شتك يعلى. الحساب اوعى. بص بقى اتأخرت انا عن المحل. بص ايه؟ ترك فرحان قوي. طب اعمل كل شويه اعمل لك ايه انا طيب؟ درس تاني هتضرب هيبقى يوم مش كويس. خلاص اديني الحساب عشان امشي. اوعى تاني تضرب درس. اه بنبهك. اوعى ايدك. اديني الحساب طيب. فستاني طويل رأسه وزمامير. فستاني طويل رأسه وزمامير. فستاني طويل رأسه وزمامير. مش فاهمك. حساب يا ستي. مش فاهمك. الحساب. حساب ايه؟ حساب الاكل. اكل ايه؟ كده اتاخرت على المحل. انا مش فاهمك. مش فاهم ايه حضرتك؟ مش فاهمك. مش قادر افهمك. مش فاهمك.
المحل. انت كده انا اتاخرت. انت يا فندم ده الاوردر. عيب فندم الاوردر حساب 5. عيب تعال. ايه ده؟ حضرتك الحساب اخشى عليك. اخشى عليا يا فندم؟ حساب الاوردر اخشى عليك. حضرتك اديني حساب وانزل. اخشى عليك. للدرجة دي؟ يا فندم اديني حساب. للدرجة دي؟ يا فندم اتأخرت. للدرجة دي؟ الدرجة دي ايه؟ مش فاهمك. اوردر الاكل. اكل ايه؟ الاكل اللي حضرتك خدتيه. اوكي خدت اكل. نعم. الفلوس. مش فاهمك يا فندم. مش فاهمك. الفلوس. مش فاهمك الفلوس. مش فاهمك يا فندم. مش فاهمك. بعد اذنك يا ولد. يا ولد مش فاهمك. حضرتك جايب لها اوردر اكل. اه. بتقول لي انا مش فاهمك وبقول لها الحساب. بتقفل الباب في وشي. مين دي؟ المدام اللي في الشقه دي. طب وانت ايه اللي موقفك كده؟ عايز فلوسي. ايه الزفت ده؟ سكان الزفت. يا مدام الحساب حضرتك. ايه ده؟ لو سمحت. تفضل. فستاني طويل. رأسه زمامير. فستاني طويل. رأسه زمامير. فستاني طويل. رأسه زمامير. فستاني طويل. رأسه زمامير.
كده يا فندم. ايوه صنور كتير. كم؟ 90 جنيه. 90 جنيه. اسم حضرتك ايه؟ احمد ابو العينين. احمد ابو العينين؟ ايوه فندم. اهلا بيك يا حماده. سامعني؟ اتفضل يا فندم. في ايه يا حماده؟ الحسين حضرتك؟ لا انت خدتني قلقتني في حاجه؟ حضرتك انا واقف بقالي مده هنا اهوت ومعايا طلبات. ليه يا حماده في ايه يا بابا؟ معايا طلبات وعايز الحساب. عايز ايه مش سامعك خالص؟ 90 جنيه. يا راجل قلقتني خدتني يا راجل. فكرة في حاجه يا حماده بعد الشهر؟ طب حضرتك اتاخرتي. زعلانة منك جدا. مش كده ابدا. بتطرق الباب الطرقات الشديدة دي ليه؟ حمادة؟ حضرتك بقالي زعلانة 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 بقالي وقت. سوري زعلانة. بقالي عيب عيب. طب حضرتك الحساب. عيب الحساب حضرتك. عيب 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 عيب. ايه اللي عيب؟ انا بصراحة مكسوف اقول لك ان انا اتخنقت منك كده. امال انت اتخنقتي؟ امال انا اعمل ايه؟ في ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا يا حمادة زعلانة. زعلانة حضرتك حساب الأوضة. بليز بليز ده لسانك يخاطب لساني ولا لساني يخاطب لسانك؟ سوري. لو سمحت يا فندم. يا أستاذ في 90 جنيه عند المدام مش عايزة تدفعهم. حساب الطلب. الطلب اللي اخدته المدام. يا استاذ لو سمحت. فستاني طويل رعشة وزمامير. فستاني طويل رعشة وزمامير. فستاني طويل رعشة وزمامير. 90 جنيه حق الاوردر. ايش ايه؟ حرام عليك دايما كده. بصراحه انا خفت على الفلوس والله. انا بطني وجعتني وقلت احسن الفلوس تروح عليا. لا بس الفلوس كلها تمام كله جميل. بس انا بسال سؤال. بس هسال على البتاع اللي بتاع الحمراء دي. اولا ده له طرطور ولا هو طربوش ولا هو طاقيه؟ ده الزي بتاع المحل. ده الزي بتاع المحل. تمشي كده سديري والطاقيه والبتاع. بالك قد ايه بقى شغال؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين. الحمد لله. وشغال كويس؟ بتكسب كويس؟ اه بكسب كويس الحمد لله. طب الحمد لله. دلوقتي الفقره دي اتصورت ماشي خلاص. لو انت عايز تذيع ده في التلفزيون قول نذيع. مش عايز تذيع مش هنذيعه. لا نذيع. نذيع طبعا. نذيع يا فندم. لا نذيع طبعا.